أبدا فردوسك الأبدي حيث لا بكاء ولا صراخ ولا ألم بل فرح وسلام مع ابنك الوحيد ومع الروح القدس فهي موضع محبتك السامية في هذه الدنيا نجيها يا رب من جميع الشرور شعبه من جميع آثامه الراحة الأبدية أعطها يا رب والنور الدائم فريض لها فالمصلي إننا نستودعك يا رب أختنا الراحلة الشهيدة فنصلي يا أبا المراحم وإله كل تعزية يا من أحبنا حبا أزمين فليكن ذكرها مؤبدا الله أكبر.